ولا لا لا الحس بنا، لان كاين بزاف د الحوايج كتجمعني مع عبد الرحيم. ولا مني حتى لانه تاكدت من الخبر وكان صعيب عليا لانني لوحه، ولكن الحياتيات عبد الرحيم الله عز وجل هو اللي بغاه وخذاه، هو عزيز علينا ولكن الله عز وجل اعز منه. نسال الله عز وجل على انه باش يكون عندنا حنا حسن الخاتمه والحضور ديال بزاف ديال الناس اليوم اللي هما الناس اللي محترمين. انا ما كنهضرش بالكم او بالعدد قدر ما انه كنشوفوا ناس اللي كيحماقوا على عبد الرحيم، لانه كتشبع عليه ذكريات كثيره وكبيره بزاف، منها الرياضيه وفيها الانسانيه والاجتماعيه. دونك عبد الرحيم خويا ويبقى دائما خويا ودائما على تواصل انا وياه. واخر حاجه هو انه الانسان تكون عنده حسن الخاتمه. الله عز وجل ملي كيبتليك بواحد المرض دونك يغفر الذنوب جميعا. وهذا المرض اللي دوز فيه 9 شهور ولا 10 شهور تكرفص عبد الرحيم بما يكفي، والله عز وجل ختم الحياه ديالو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، والسلام عليكم. شنو نقول لك اخي، راه ما نقدرش نعبر لان صعيب صعيب، لان فقدنا واحد الاخ اللي زعما شنو نقول لك، ما لقيت ما نقول، يسمح لي والله العظيم اخي. الحمد لله هاد الناس هادو من نهار سكنوا وحدنا وما يقول لهم من الوالدين ديالهم ترى سميتو ما شجره طيبه الحمد لله، والانسان من شي يموت يخلي الخلف خير الحمد لله. نتمنوا الخير يكون في وليداته سميتو، الله يوسع عليهم. بالفعل كنتاسفوا بزاف، ملي كنتاسفوا اللهم لك الحمد على قدر الله كنفقدنا واحد الاخ واحد الصديق اللي كان عزيز علينا بزاف، واحد الاخ اللي عطى للكره الوطنيه، عطى الكره المغربيه والكره الكره الخارجيه، وكان كسفير ديالنا في المانيا. فكنتمنى له الله الرحمه والمغفره، وكنتمنى العائله الصغيره ديالو والكبيره الصبر والسلوى ان شاء الله. العائله الصغيره والكبيره ديال الاخ عبد الرحيم وكيلي اللي فقدته الساحه الرياضيه، صراحه الانسان كان انسان طيب، انسان كيدير الخير، انسان اجتماعي، صديق ديالنا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرزقه الثبات عند السؤال والمغفره ان شاء الله، وتعازينا الحاره والعائله ديالو الصغيره والكبيره، وانا لله وانا الى راجعون. رحم الله الفقيد. الله يرحمه راح الرجل، الله يعمر هدار. الناس اللي كنعرف سنين دابا هو صديق وجار، ومسكين راه حس بهذا الشيء انه ملي كان مريض اتصل بيا وطلب ليا ندير واحد صدقة بسميتو. الحمد لله الانسان واحد الانسان مؤمن بهذا الشيء اللي وقع عليه. نتمنى من الله الله يرحمه وتعازينا الحارة لعائلته الصغيرة والكبيرة. وهذا الانسان حتى مع اللعابة تبارك الله راه جاو الناس حضروا ليه الناس، الله يرحمه ويسع عليه في هذا اليوم الجمعة. كبرنا مجموعين، فأكيد ما الكلام ديالي في حقه غيكون قليل. ففقدنا أخ، فقدنا صديق، وفقدنا واحد اللاعب اللي خلى البصمه ديالو، واخا واحد الوقت ما خداش حقه في المنتخب، واكيد المرور ديالو ولو كان قصير فان خلى الاثار ديالو، لا بالاخلاق ديالو لا بالكره ديالو راه كتكلم عليه. كنشوف الحضور اللي كان اليوم راه تيدل على ان شكون هو عبد الرحيم الوكيلي كانسان. كان ولد الشعب وانطلق من الشعب وكافح باش وصل داك الشيء اللي وصل له. الحياه كانت قصيره لان الله بغى الله اداه، فاكيد كنتمنى غير الذكرى ديالو تبقى طيبه، ونتمنى الجميع يترحم عليه والله يصبرنا جميعا.